أهلا بكم مجددا وإلى الفقرة التحليلية، وينضم إلي في الاستديو الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طاهر المعتصم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ صيف، ومرحب بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. قرأنا اليوم عمود اليوم للصحفي عثمان مرغني يكتب في حديث المدينة حل الحكومة، وفي تصريح الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قال أمس أن حل أو أن المشكلة حل المشكلة هي في حل الحكومة الراهنة. ما رأيك أستاذ طاهر المعتصم في هذا الحديث؟ مؤكد أن لو تغيرت الحكومة كما ذكر الأستاذ عثمان مرغني 100 مرة لن يكون حل. الواضح الآن أن هناك تراشقات إعلامية ابتدأت في 21 سبتمبر أبان المحاولة الانقلابية الفاشلة. هذه التراشقات الإعلامية تطورت بوتيرة سريعة جدا جدا لتظهر في شكل خلافات ما بين المكون المدني والمكون العسكري. هذه الخلافات صعدت إلى السطح بصورة واسعة، تطورات وصلت إلى أنباء عن حظر سفر بعض المسؤولين في الدولة، الأمر الذي يتنافى مع الوثيقة الدستورية ويتنافى مع القوانين واللوائح العاملة. من الذي منع من السفر أستاذ طاهر؟ حسب الأنباء الواردة السيد عضو مجلس السيادة محمد الفكيه وعدد من المسؤولين. هذا المنع ينافي الوثيقة الدستورية تماما، باعتبار أن مجلس السيادة هو عبارة عن رئاسة الجمهورية، يعني محمد الفكي يعتبر رئيس جمهورية. من الذي يستطيع أن يقوم بحظره؟ دي أمر فيه إشكاليات كبيرة قانونية، ومن الجهة التي تقف خلف هذا؟ ده واحدة من تمصهرات الخلاف، يعني ما هو دي 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 مؤشرات بتوريك انه في قدر شنو خلاف. فمؤكد ان حل الحكومة لن يكون هو حل الاشكال الغائم، خصوصا ان الخلافات التي ظهرت على السطح تحتاج الى حكمة كبيرة، تحتاج الى قوات إرادة لإنغاز البلاد من الهاوية. نعم أستاذ طاهر المعتصم، كيف تقرأ الوضع الحالي في السودان؟ ماذا يحدث في السودان الآن؟ وإلى أين سنصل أستاذ طاهر المعتصم؟ كيف تقرأ الوضع الآن؟ السيناريوهات كلها مفتوحة. نعم. مؤكد أن الفترة الأخيرة والتراشق الإعلامي والخلافات التي ظهرت على السطح لم تكن إلا هي رأس جبل الجليد. لا نستطيع أن نغرق بمعزل عما يحدث في شرق السودان من أزمة مستعرة وقضية حقيقية لأهل شرق السودان. فشلت مكونات السلطة الانتقالية كلها في أن تحلها. مجموعة سكانية رفضت مسار شرقي لم يستطيعوا حله، ودي تمصهرات الأزمة. نعم، في حديثك عن أزمة الشرق أستاذ طاهر المعتصم، حل الحكومة الحالية كانت من مطالب أهل الشرق، أليس كذلك؟ نعم، تقدم الناظر المجلس الأعلى للرئيس المجلس الأعلى للبجأ، نعم السيد الناظر، بهذا الطلب. ولكن هذا الطلب من قبل المجلس الأعلى للبجأ يعتبر خروج عن سياق مطالب المنطقة. المنطقة عندها مطالب تنموية واضحة جدا جدا لا ينكر أي شخص، من أفقر المناطق تنمويا هي شرق السودان، بالتالي قضايا أهل الشرق هي في التنمية. القضية الأهم التي كان يرفعها المجلس الأعلى للبيئة منذ الوهلة الأولى هي تجميد وإلغاء مسار الشرق اللي هو ده سبب الإشكالية. نعم، لكن يعني في مطلبهم في حل الحكومة، ماذا سيستفيد شرق السودان من حل الحكومة أو الإبقاء على هذه الحكومة؟ ما المغزى من ذلك في هذا الطلب؟ يعني في اعتقادي أنه رفع للسقف المطالب دوما عندما يكون هناك فصيلين يبحثوا عن مكاسب يتم رفع المطالب للموافقة على الحد الذي يرغبون في الوصول إليه، فهي جات في إطار رفع المطالب في اعتقادي. لأن مسألة الحكومة الفترة الانتقالية دي مسألة تخص أهل السودان كلهم، لا تخص أهل الشرق نمرة واحد. نمرة اثنين، هل الحكومة الانتقالية بالسوء الذي توصف به
ألم تظهر المؤشرات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي تحسن في الأرقام الاقتصادية والمؤشرات بصورة غير مسبوقة لم تحدث منذ عشرات السنين، نعم اللي هي انخفاض نعم التضخم نعم لوضع السياسات التجاري المختلفة من رفع الدعم، ولكن أثر بشكل كبير جدا على المواطن السوداني. الانفتاح على العالم الخارجي وأيضا يعني تحسين سعر الصرف، أول يعني وقوف سعر الصرف كما هو الآن، أيضا انخفاض معدل التضخم، كل هذه نعم يعني هي بصورة جيدة يعني، ولكن لم يلمسه المواطن السوداني إلى الآن، كيف يعني تفسر ذلك؟ الإجراءات الاقتصادية التي أجريت بمثابة عملية جراحية ضخمة جدا جدا في جسد نعم. الاقتصاد السوداني، جراحة هيكلية. هذه الجراحة وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا، عشان يشفى المريض بيحتاج لفترة نقاهة. الآن سعر الصرف الدولار ثابت منذ 21 فبراير. نعم. طيب لو كنا في ظروف غير دي، وفي ظل إغلاق وفي ظل إشاعات، كان سيصل إلى أرقام مهولة. نعم. فهي دي خطوات في العلاج. كان من المتوقع أنه في نهاية العام يتم زيادة رواتب الموظفين في الدولة، والحكومة هي أكبر مخدم، نعم لديها 7 مليون موظف. زيادة الرواتب كانت ستلبي احتياجات المواطنين. نعم، أيضا في وصفك عن السياسات التي وضعت بأنها عملية جراحية، متى ستقوم السودان من هذه الغيبوبة؟ برضو حسب المؤشرات والغراءات، أن إما هي مشكلة التضخم دي هي اللي بتؤدي لارتفاع الأسعار وعدم المقدرة وغيره. مشكلة التضخم، الأرقام كانت بتشير إنه العام القادم نعم سيشهد انخفاض كبير نعم مع زيادة الرواتب من موارد حقيقية، نعم بالتالي ملامح التعافي كانت ستظهر بصورة جيدة. نعم أيضا أستاذ طاهر المعتصم، العديد من الأحداث تشهدها السودان، والفترة الانتقالية تمر بمرحلة صعبة جدا تظهر في عناوين الصحف الصادرة لهذا نعم. اليوم. دعنا ننتقل لصحيفة الانتباه ووزير العدل مسار الإصلاح التشريعي ومشروعات القانون تمضي قدما، حيث قال وزير العدل ناصر الدين عبد الباري أن الجهود في مسار الإصلاح التشريعي ومشروعات القوانين تمضي قدما رغم التطورات السياسية المتسارعة في البلاد. وبين عبد الباري لدى لقائه برئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس أن المشاورات العامة حول مشاريع القوانين المختلفة مثل قانون المفوضية الانتخابات وغيرها هي أبرز الشواغل والأولوية الوطنية التي لا يعلى عليها في هذه اللحظة من عمر الانتقال. من جانبه أكد رئيس بعثة يونيتامس مساندته السودان وتقديم كل المساعدة الفنية الممكنة لإنجاز عمليات الإصلاح القانوني ومشاريع القوانين المتصلة بمفوضية الانتخابات وعملية صناعة الدستور وتأسيس دولة حكم القانون. إذن أستاذ طاهر المعتصم ووزير العدل، يعني قال أن مسار الإصلاح التشريعي ومشروعات القانون يعني هي تمضي قدما، رأيك بداية في حديث نصر الدين عبد الباري؟ نعم، رغم التأخير الكبير في كثير من المفوضيات التي نفض عليها الوثيقة الدستورية، كان يمكنها أن تكون إضافة للانتقال بصورة جيدة، زي مفوضية الانتخابات، مفوضية الدستور، مفوضية حقوق الإنسان. مشاريع قوانين هذه المفوضيات لم تظهر إلى الآن، ولكن وزارة العدل تشهد في الفترة الأخيرة نشاط كبير في مسألة قانون الانتخابات ونقاشات واسعة ضمن المختصين. نعم، أيضا رأيك في حديث رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرت وإعلان مساندته للسودان؟ نعم، السيد فولكر رئيس البعثة الأممية في الخرطوم أكد غير ذات مرة دعمه للانتقال في السودان، ودي واحدة من مهمات البعثة الأممية تحت الفصل السادس، دعم الانتقال في السودان. نعم. بتأتي دائما بعد البلاد اللي بتشهد ثورات ونزاعات وحروب لدعم فترات الانتقال فيها، دي بتكون نعم. مسؤولية، لهذا هو يؤكد مرارا وتكرارا على دعمه للانتقال.
نعم. أيضا يعني العديد من الشائعات على ما أعتقد أطلقت لرئيس بعثة يوري تامس أنه يعني طلب حل الحكومة، ما رأيك في لا هذا؟ لا، هو نفى بصورة رسمية أن يكون قد تقدم بهذا الطلب، وأكد أن البعثة لا تتدخل في هذه الأمور ولا في شؤون الدولة، يعني دي شؤون دولة سودانية. لا، شأن داخلي. من المعتقل أن يكون هناك طلب بحل الحكومة، لأنه شأن داخلي. نفى هو الرجل بنفسه على صفحة الرسمية وعلى صفحة البعثة الأممية أن يكون قد تقدم بأي طلب لحل الحكومة، لأنه ليس جهة ذات اختصاص. نعم. في ظل هذه التقاطعات التي تشهدها البلاد، يعني من وجهة نظرك هل سيكون هناك تحول ديمقراطي في السودان؟ يعني السودان منذ 11 أبريل 2019 بعد سقوط النظام السابق مرت الفترة الانتقالية بأمواج عالية جدا جدا. كلنا نذكر مثلا مجزرة فضل الاحتصام، نعم، وما حدث فيها، ولكن أتت بعدها اتفاق. فالشعب السوداني عندما قام بثورة ديسمبر كانت مطالبه واضحة في مدنية الدولة، ورفع شعارات الثورة المعروفة من حرية وسلام وعدالة، وبدأت إنجازات تظهر للعيان في رفع الحظر اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وغيرها. بالتالي ربما تحدث عقبات، ربما تحدث محاولات لقطع الطريق، لكن يظل الانتقال الديمقراطي هو مطلب للشعب السوداني. نعم. إذن الآن ما المطلوب من الحكومة في هذا التحول، في هذه الفترة الانتقالية، ولتحول ديمقراطي سليم؟ هو مطلوب من مكونات الشركاء الفترة الانتقالية كلهم، مكون عسكري ومكون مدني وأطراف سلام، أن يدركوا أن نصف الزمن قد مضى. نصف الزمن من الفترة الانتقالية انقضت سنتين، تبقى شهران أو شهر شهر نوفمبر. نعم، يبقى أنتوا أمامكم سنتين عشان تنجزوا مشروع متفق عليه ومنصوص عليه في وثيقة دستورية تستكمل السلام. حتى الآن السلام ناقص، والذي نفذ أيضا به عديد من الاختلالات لم تعالج حتى الآن، والاستحقاق الانتخابي بعد عامين في 2024 على الأحزاب السياسية والمكون العسكري وأطراف السلام أن يزعوا في دعم هذا التحول، إنغاز البلاد من أي محاولة لقطع الطريق أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. نعم. ألا تعتقد أستاذ طاهر المعتصم بأن كل الأحداث التي تشهدها السودان مؤخرا ونشهدها في هذا التوقيت بالذات لعرقلة تسليم السلطة للمدنيين؟ نعم، كل ما اقترب هذا الموعد كل ما تسارعت الأحداث بوتيرة عالية. نعم. لكن يجب أن لا تتم معالجة هذه الأمور بهذا الشكل بالفعل ورد الفعل، بل يتم هذا الأمر عبر نقاش عميق مع مكونات الفترة الانتقالية للوصول لاتفاق. يعني قضايا كبيرة أكبر من كذا وقفت حجر عسرة ولكن تم تجاوزها. بالتالي نعم، هذه القضية حاضرة في الأذهان، وربما هي تسببت في التوتر الذي يحدث، ولكن أمر معالجة ليس بالصعب. نعم. ألا تعتقد بأن عمر الفتاة الانتقالية هي كانت طويلة جدا، يعني 4 سنوات هي فترة انتقالية، مضى الآن سنتان، يعني ماذا شهد السودان في هذه الفترة؟ نعم، الفترة الانتقالية في بعد ثورة أكتوبر 1964 كانت بضع شهور فقط، لكن شهدت أيضا تقاطعات كبيرة، وتم حل الحكومة، كان رئيس الحكومة هو الأستاذ سر الخاتم الخليفة، حلت حكومته الأولى، كونت حكومة ثانية، حتى الناس وصلوا للانتخابات. في أبريل 1985 الانتفاضة أيضا كانت الفترة الانتقالية عبارة عن عام واحد، كانت سوار الذهب. نعم، مجلس عسكري بقيادة سوار الذهب، ومجلس وزراء بقيادة الدكتور بروفيسور الجزولي دفع الله من المدنيين، واللي استمرت لمدة عام.
في ديسمبر عندما جلس المكونات للتفاوض ارتووا أن الأمر يختلف، لأن الفترة الانتقالية لديها مهام جسام. مثلا لم تكن هناك مشاكل حروب بالصورة اللي كانت فيه الآن، بالتالي لمعالجة مشاكل السلام واحتياج وقت للتفاوض وللترتيبات الأمنية ولغيرها ولغيرها وتفكيك دولة. نحن برضو جايين من يونيو 30 يونيو 1989، دولة حزب واحد برضو، حتى تستبين الأمور بصورة أوضح وتفكك مراكز القوة تحت النظام السابق حتى لا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. إضافة إلى ما واجه السودان من ضرر دولي في وجود قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب النظام السابق ومحاولات اغتياله للرؤساء وغيره. ففلسفة المشرع أتت في أن الفترة الانتقالية تكون 3 سنوات فقط، وهذا ما تم التواضع عليه في الوثيقة الدستورية. ثم في مفاوضات جبل السلام تم إضافة عام آخر لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. تم يعني تم دفع كثير والكثير من أموال الشعب السوداني، كان ضرره على المواطن، يعني المواطن دفع هذا الثمن، ما رأيك؟ لا، أنا بفتكر إنه حكومة الفترة الانتقالية استطاعت أن تخرج السودان من هذه الغائمة بأقل الأسمان. كانت في أسمان باهظة جدا جدا، يعني التعويضات دي كانت بتتكلم عن عشرات المليارات تم المطالبة بها في المحاكم. في الآخر تم الاتفاق على 364 مليون دولار و700 مليون دولار. فأنا بفتكر إنه الحكومة نجحت في أن تحدث اختراق في هذا الملف بأزهد الأسمان. أيضا أستاذ طاهر المعتصم، سننتقل لصحيفة أخرى وأيضا العديد من الأحداث التي تشهدها السودان مؤخرا. نقرأ في سودان تريبيون: المحكمة العليا تلغي قرارات لجنة التفكيك وتعيد دبلوماسيين ووكلاء نيابة لوظائفهم، حيث للمرة الثانية أبطلت المحكمة العليا قرارات لجنة تفكيك النظام السابق وإعادة 21 من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى 15 سفيرا من أصل 32 تقدموا استئناف ضد قرارات اللجنة. كانت المحكمة ذاتها أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بإعادة موظفين وعاملين وقضاة لوظائفهم التي أقصتهم منها لجنة التفكيك، ومن أبرز المعادين إلى العمل وكيل وزارة الخارجية السابق عبد الغني النعيم والمتحدثين السابقين باسم الخارجية بكر الصديق وقريب الله خضر وآخرين. وكانت لجنة التفكيك أصدرت في 2019 قرارات بإنهاء خدمات لمئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وعقب القرارات القضائية الأسبوع الماضي، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف انهم بانتظار بقيه نتائج الطعون القانونيه بارجاع المفصولين من قبل لجنه ازاله التمكين الى مؤسساتهم. هذا واضاف ان قرارات دائره الطعون في المحكمه العليا نهائيه وفقا لقانون لجنه ازاله التمكين وغير قابله للاستئناف. وهذه 3 رسائل بان القضاء السوداني اصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلاليه. أستاذ طاهر المعتصم، في حديث المحكمة العليا وأنها تلغي قرارات لجنة التفكيك وتعيد الدبلوماسيين ووكلاء النيابة لوظائفهم، ألا تعتقد أستاذ طاهر المعتصم بأن لجنة التفكيك يعني تكثر من قراراتها وأيضا تلغي قرارات، يعني تصدر قرارات من دون دراسة هذه القرارات؟ العديد من القرارات تم إلغاؤها، القرارات كانت من لجنة نظام التفكيك، يعني ما رأيك في هذا الذي يحدث؟ خلينا أول حاجة نحيي القضاء السوداني لأنه دوما يعمل في ظروف صعبة ودوما يتميز بالمهنية. ما حدث أن هناك لجنة للاستئنافات للجنة التفكيك التمكين لقرارات لجنة التفكيك التمكين. لجنة الاستئنافات لم تنشأ طيلة الفترة الماضية، مما تسبب في تعطيل أحد مستويات التغاضي للمفصولين، اضطروا إلى اللجوء إلى دائرة الطعون في المحكمة العليا وقد حكمت لهم. وده بيوري أنه القضاء السوداني في الفترة الانتقالية غير مسيس
وأن أحكام القضاء تجد الاحترام اللازم. نعم، رأيك، دعنا نتعدى في إعادة المفصولين من قبل لجنة إزالة التفكيك. برضو من حقهم إذا لم تثبت لجنة تفكيك التمكين عبر نعم. حيثيات محددة أنهم كانوا موجودين في هذه الوظائف بطريقة غير شرعية أو غير نعم. قانونية، أو تم تعيين بطريقة منافية للأعراف، فشل في تقديم هذه الحيثيات لدائرة الطعون، بيجعل عودة إلى مكاتب وإلى وظائف حق نعم. من حقوق. نعم، أيضا يعني هذه القرارات، مثل هذه القرارات أستاذ طاهر المعتصم، ألا تظهر يعني الدولة بأنها ضعيفة؟ لا، شوف، هو كون القضاء ممكن ينهي قرارات صدرت بيوري انه في قضاء عادل، انه في دولة بتحترم القضاء، انه ما في حق بيضيع ما دام وراءه مطالب. بالتالي درجات التقاضي المختلفة دي الهدف منها تحقيق العدالة. نعم، فإذا رأت دائرة الطعون أن الحيثيات المقدمة غير كافية وارتأت إرجاع، بيبقى ده شكل الدولة محترمة، إنها دولة قضاء محترم ولا تتعامل وفق الانتماءات السياسية. نعم، مثل هذه القرارات ألا تعتقد أستاذ طاهر المعتصم أنها تتنافى مع شعار الثورة في العدالة؟ لا، ما في تنافي ولا تضارب، لأنه نعم. عندما يصدر قرار بيكون نعم. مرحلة أولى من المراحل القانونية، يليه استئناف، يليه محكمة. الآن ما يحدث أن العدالة تتحقق في أحد درجات التقاضي. نعم، أيضا أستاذ طاهر المعتصم، سننتقل لصحيفة أخرى وهي صحيفة أخبار اليوم والشيوعي. زيارة وفد عسكري لإسرائيل انقلاب على الثورة، حيث وصف الحزب الشيوعي السوداني زيارة وفد عسكري رفيع إلى إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري بأنها محاولة للانقلاب على الثورة. هذا وقال المتحدث باسم الحزب فتحي فضل أن الزيارة تهدف إلى تغيير مواقف بعض القوى الدولية، وتابع هذه المسائل تمضي في اتجاه خطر وانعطاف نحو اليمين يؤدي إلى نوع من التحول الجماهيري. وحذر فضل من خطورة الأوضاع القائمة بالبلاد، محملا المكون العسكري مسؤولية أزمة الشرق باختطاف ملف السلام وخلق مسارات وهمية، وتم العسكر يسيطرون على مفاصل السلطة وعليهم معالجة الأوضاع. وأشار إلى أن ما يدور في الشرق تآمر لخلق فوضى تمهد لانقلاب، وأضاف ما يقوم به تيريك والفلول يؤكد هذا الاتجاه. أستاذ طاهر المعتصم، في هذا الخبر العديد والعديد من الأحداث، يعني نبدأ بأول حاجة بزيارة وفد عسكري لإسرائيل، وأن الحزب الشيوعي يصف هذه الزيارة بأنه انقلاب على الثورة، ما رأيك؟ طيب، الآن في وزير مدني، الأنباء الآن الأنباء أتت تحمل أن السيد وزير العدل التغى بوزير التعاون الإنساني الإسرائيلي في خلال الأيام السابقة حسب ما نشرت بعض المواقع الإسرائيلية. بالتالي إدانة المكون العسكري فقط تصبح غير ذات جدوى، لأن المدنيين برضو التغوا بحسب الأنباء الواردة التي لم نتأكد من صحتها حتى هذه اللحظة. ولكن لغاء وزير العدل بوزير إسرائيلي أيضا يأتي في نفس الاتجاه، يصبح الإدانة يجب أن تشمل الجميع. نعم، أسباب هذه الزيارة أستاذ طاهر المعتصم في رأيك ما هي الأسباب؟ الزيارة لأنها قام بها منسوبي المكون العسكري تصبح المعلومات شحيحة جدا جدا حولها. بعض ودوما هي المواقع الإسرائيلية هي اللي بتنشر الأخبار. نعم، يعني عودة إلى عين تبي ولقاء السيد البرهان مع نتنياهو. نعم. لم تنشره وكالة الأنباء السودانية أو تلفزيون السودان أو غيرها. نعم. بل أتى عبر المواقع الإسرائيلية. نعم. الآن هذه الزيارة أيضا أتت عبر المواقع الإسرائيلية، لم يكشف عنها.
حتى زيارة وزير العدل التي أشرت إليها لم يقوم مصدر محلي بتأكيدها أو نفيها حتى هذه اللحظة. نعم. بالتالي المعلومات شحيحة جدا جدا. نعم. هي في اعتقادك هل هذه زيارة سرية يعني؟ نعم، لأنه لم يعلن عنها. نعم. هنا في الخرطوم. كما أعلنها كما ذكرت من إسرائيل. نعم، من صحفي إيدي كوهين. نعم. على ما أعتقد. نعم نعم نعم. يعني لو كانت زيارة معلنة كان بتكون واضحة هنا في الإعلام السوداني وكانت بتكون معروفة، ولكنها تم اتخاذ بعض إجراءات الحيطة والسرية فيها ولكن كشفت. نعم. يعني أيضا دعنا نتحدث عن حديث المتحدث باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، نتحدث عن حديثه أيضا. يعني الحزب الشيوعي. نعم. لديه رؤية واضحة أن الشراكة. نعم. في السودان منذ وقتها الأول هي لا تؤدي إلى الانتقال المدني الديمقراطي. نعم. وأصدر عدد من البيانات بهذه الشاكلة واستمر في توضيح موقفه إلى آخر لحظة في أن وانسحب حتى من قوى الإجماع الوطني. نعم. ولا وانسحب من الحرية والتغيير التحالف الحاكم، فمواقفه دوما بتأتي وفق قراءاته للمشهد. نعم. أيضا يعني حذر فضل من خطورة الأوضاع القائمة بالبلاد محملا المكون العسكري مسؤولية أزمة الشرق باختطاف ملف السلام وخلق مسارات وهمية، كيف تقرأ ذلك؟ يعني أنا أكاد أتفق، لأنه مفاوضات السلام في جوبا والتي استمرت لشهور. نعم. كان الغائم على أمرها حميتي وكباشي والتعايش. نعم. الثلاثة وهم اللي كانوا دوما في المفاوضات، لم يستصحبوا الرؤى الكاملة، لأنه المفاوضات تكون حول قضايا وليس حول مسارات. ما حدث أن الاتفاق تم على مسارات، مسار الشرق، مسار الوسط، مسار الشمال. قضية المسارات دي عندما وقع الاتفاق في 3 أكتوبر 2020 اتفاق سلام جوبا، يوم 6 أكتوبر كان في حشد كبير في شرق السودان بيرفض مسار الشرق. نعم. لم يستوعب الناس في وقتها هذا الرفض ولم يتعاملوا معه بالجدية الكاملة، لذلك المشكلة تطورت فيما يحدث الآن. وحتى الآن ليست هناك إرادة لحل هذه الإشكالية. نعم. في الحديث عن أزمة الشرق أستاذ طاهر المعتصم، من الذي يقف يعني خلف الرئيس الأعلى لنظارة البيجا محمد الأمين تريك؟ من الذي يقف وراءه؟ من هي الجهات الخارجية التي تدعمها؟ هل هناك جهات تدعم النظر تريك؟ لا أعتقد. يعني هو التقليل من حجم الاحتجاجات، أو أن يجب أن يكون الناظر تريك وأعوانه مدفوعين من قبل جهة، اختزال للمشكلة. من زار شرق السودان وانت زرته يرى يعني جدا كيف أن هناك الفقر مستشري، كيف أن هناك التعليم غير متوفر، كيف أن هناك الصحة، خدمات الصحة يعني غير متوفرة. نعم. وده كثير من مناطق السودان بهذا الشكل، ولكن شرق السودان رغم مؤتمر الشرق الذي حشد مليارات الدولارات وتم. نعم. تكوين صندوق الشرق لم يشهد التنمية المطلوبة، ده بالرغم من أنه موارده يعني. نعم. الذهب الذي يستخرج من جبهات المواني، الإيرادات، يعني عنده موارد كثيرة، ولكن الحكومات منذ الاستغلال حتى الآن. نعم. يعني في العهد السابق كان في زيارة سنوية للرئيس المعزول، كان بيقول لهم أنه سنوصل مياه النيل إلى بور السودان. نعم. استمرت لعدد من السنوات ولم يحدث هذا، مشكلة مياه، مشكلة كهرباء. نعم. مشكلة صحة. إلى الآن بورت السودان يعني ليس لديها ماء في بعض الأحياء إلى الآن، يعني في مشكلات مياه. نعم. هي بتعتمد تماما على خور أربعات مياه الأمطار. نعم. والسيول التي تأتي بيتم تخزينها
والاستفادة منها طيلة فترة السنة، لكن ما في حلول استراتيجية لهذه المناطق. عشان كده أنا داير أقول إنه ربما تكون المطالب عادلة وحقيقية. الوسيلة التي استخدمت فيها اللي هي الإغلاق والحصار لبقية مناطق السودان نختلف حولها، ولكن لا نختلف حول أن هناك قضية تنموية حقيقية. نعم، بعض المطالب هي يعني عادلة، وليس كل المطالب أستاذ. نعم، يعني هو المواقف التفاوضية تختلف عن المطالب الحقيقية. في طاولة التفاوض بيتم رفع السقوفات لدرجات عليا لتحقيق الحد المطلوب. نعم، وهذا ما حدث. نعم، أيضا سنتحدث عن أزمة الشرق بشكل تفصيلي أكثر في خبر قادم، ولكن دعنا ننتقل لصحيفة أخرى أستاذ طاهر المعتصم. وصحيفة الوطن كتبت بالبونط العريض: الأمة القومية لا مانع من حل الحكومة، حيث أكد الرئيس المكلف لحزم الأمة القومية اللواء محمد فضل الله بورما ناصر بأنه لا مانع لديهم من حل الحكومة الحالية، وأردف قائلا: لا مانع من حل الحكومة، ولكن يجب الجلوس قبلها للنقاش حول الأسباب التي تدفعنا لحل الحكومة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حل حكومة وتشكيل أخرى. ونبه بربا إلى تمسكهم بالوثيقة الدستورية وكل العهود والمواثيق التي تحكم الفترة الانتقالية، مؤكدا حرصهم على شراكة مع العسكريين وفقا لبنود الوثيقة الدستورية. ورفض بورما مسألة حل الحكومة من جانب واحد، وقال: لا مانع من حلها بالتراضي، لكن ليس فرضا. إذن أستاذ طاهر المعتصم، حزب الأمة القومية يعني تتحدث وتؤكد بأنه لا مانع من حل الحكومة الحالية. في الحديث عن حل الحكومة أستاذ طاهر المعتصم، لماذا يكون يعني حل الحكومة من جانب واحد فقط من المدنيين؟ أيضا العسكريين هم شركاء للمدنيين. نعم، والمكون العسكري شريك أساسي في الحكومة، ولكن السؤال يتكرر: هل الإشكالية في الحكومة؟ ما هي المآخذ التي عليها؟ في مسؤوليات على كل طرف يجب أن يقوم بها. أنا أعتقد أن موقف حزب الأمة موقف متزن، أن لا مانع من حل الحكومة، ولكن وفق أسباب محددة وبعد الجلوس يجب أن يجلس الشركاء ليحددوا ما هي الأسباب التي تدفع لحل الحكومة. وهل حل الحكومة هو حل الإشكالية الكبرى؟ نفس الاتجاه الذي ذهب فيه مقال الأستاذ عثمان مرغني في بداية الحلقة. نعم، في حديث حزب الأمة القومية قالوا أنه لا مانع لديهم من حل الحكومة، ما رأيك في حديث الحزب؟ نعم، لكن وفغ شروط للجلوس والتفاكر حول الأسباب يعني. بالتالي أنا بفتكر أنه المكون المدني بيكسب نقاط عبر الطرح المتوازن، عبر الطرح المرن، وعبر تأكيده مرارا وتكرارا على تمسك بالشراكة وتمسك بالوثيقة الدستورية. نعم، إذن العديد من المطالب لحل الحكومة الحالية، هل تعتقد بأن هذه الحكومة سيتم حلها؟ حتى الآن المكون العسكري طالب بهذا الأمر. في الشرق تم الطلب هذا الأمر، لكن يظل الحاضر الغائب في المشهد هو السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، الذي يشكل موقفا فريدا في أن يكون على قدم المساواة ما بين الجميع، في أنه في مشهد عجيب إنه رغم التعطيل الدستوري الذي يتم للأجهزة المشتركة بين المكونات زي المجلس السيادي الانتقالي، زي المجلس الأعلى للسلام، ولكن الجهاز التنفيذي كحكومة تعمل بكفاءة عالية باجتماعات دورية، بمتابعة مواقف السلع الاستراتيجية والغذائية، مشاكل الشرق وغيره. نعم، في الحديث عن حل الحكومة يعني نرجع لعمود عثمان مرغني، حيث كتب أنه يعني ما الذي سيتغير وما سيتوقع أن يتغير وكيف سيتحقق
وسيتحقق الحل. دعنا ننتقل أستاذ طاهر المعتصم إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة السوداني وميلاد تجمع قانون جديد لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي، حيث أعلن التجمع القانوني لحماية الثورة ودعم الانتقال الديمقراطي عن قيام كيان قانوني جامع يقوم بمهام حماية الثورة وتفكيك أجهزة النظام السابق وإصلاح الأجهزة العدلية. جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التجمع أمس بمقر لجنة تفكيك النظام 30 من يونيو. خرج المؤتمر بتكوين 3 آليات شملت آلية إسناد لجنة التفكيك وآلية إسناد اللجنة التسييرية للمحاميين وآلية إصلاح المنظومة العدلية قضاء نيابة ووزارة عدل. هذا وأعلن من خلال المؤتمر أن الباب مفتوح لكل المحاميين والوطنيين والقانونيين للانضمام إلى هذه اللجان، وأكد المؤتمر ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال مولانا عبد القادر البدوي رحمة الله المحامي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر لجنة التفكيك بمباني المجلس التشريعي سابقا بولاية الخرطوم إن الآلية تكونت بسبب الحرب التي تشن ضد الثورة ولإنفاذ مطلوبات الثورة وإشراك جميع القانونيين لتقديم العون القانوني لحماية الانتقال. هذا وأكد أنها آلية وطنية تجمع كل قوى الثورة وهدفها دعم الثورة وحمايتها ودعم مطلوبات الوثيقة الدستورية. أستاذ طاهر المعتصم في صحيفة السوداني، هناك تجمع ميلاد تجمع قانوني جديد، ما رأيك في هذا الجسم القانوني الجديد؟ خطوة موفقة. نعم. واحدة من المطالب الأساسية قيام دولة القانون. نعم. بالتالي الأجسام القانونية عندما تجتمع وتبدي وجهة نظرة وفق القانون دي مسألة مهمة جدا، لكن يعني مطلوب منهم أن يذهبوا في اتجاه أكبر، في اتجاه دعم التحول الديمقراطي عبر إقامة مجلس تشريعي، قيام برلمان. كان لو البرلمان ده مقام كان كثير من هذه الإشكاليات نوغشت تحت قبة البرلمان. نعم. فبالتالي مطلوب من الأجسام القانونية أنه تتجه اتجاهات أكبر نحو البحث عن قيام هياكل السلطة الانتقالية. طيب، ما المطلوب أيضا من هذا الجسم القانوني حتى تبلغ الثورة يعني أهدافها المعلنة؟ يعني واحدة من الحاجات المهمة جدا استكمال هياكل السلطة الموجودة في الوثيقة الدستورية. نحن تحدثنا قبل قليل عن مفوضيات، 11 مفوضية. نعم. بيجب انها تقوم، من ضمنها الانتخابات. يعني ما انت عشان تعمل انتخابات مطلوب منك تعمل احصاء تعداد سكاني. نعم. هذه الاجراءات تحتاج الى المحامين والقانونيين ليعملوا فيها للوصول بالانتقال الى غاياته. نعم. لكن هل تعتقد بان الاحزاب يعني جاهزه للانتخابات الان؟ كونها جاهزة أو غير جاهزة يجب أن لا يخل بموعد الاستحقاق الانتخابي. نعم. هناك فترة إلى تم التوافق عليها، الجاهز يجي، الما جاهز خلاص أضاع فرصته، ما كسبته يداه. يعني لن ينتظر الشعب السوداني حتى تجهز في فترة. نعم. محددة اعمل مؤتمراتك القاعدية. نعم. واعمل خططك واغنع بها الناخب وتعال صندوق الانتخابات. نعم. نعم. ايضا استاذ طاهر سننتقل لصحيفة اخرى وفي الحديث عن وزير التجارة في صحيفة النيل الدولية، وصول بواخر من الموانئ المصرية خلال ايام ومخزون القمح يكفي لاسبوع، حيث قال مسؤول حكومي رفيع المستوى ان كميات القمح الواردة من الولاية الشمالية تكفي البلاد لنحو اسبوع. هذا وكشف عن مطالبة الموردين بالتحول الى الموانئ البرية، واحتدت ازمة الخبز خلال الايام الماضية بشكل لافت حتى اضطرت حكومة ولاية الخرطوم لتقليص ساعات الدوام الدراسي لينتهي اليوم في 11 صباحا. ومنذ أكثر من 3 أسابيع يغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندة ومرافق وطرق حيوية في شرق البلاد بالمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جبل السلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين، ما أدى إلى تضييق الخناق على كافة أوجه الحياة في السودان. هذا وقال وزير التجارة والتموين علي جدو إن كميات من البواخر القادمة من ميناء العين السخنة في مصر ستصل خلال الأيام.
الأيام المقبلة، وأفاد أن القمح الذي تم ترحيله من الولاية الشمالية يكفي لنحو أسبوع تقريبا، كما أن الكميات الواردة من الدقيق عبر البوانئ المصرية والمنافذ الأخرى بين ليبيا ودارفور ستتدفق إلى السودان ربما قبل نهاية الأسبوع هذا. وقال وزير التجارة أنهم يفضلون أن يكون الاستيراد عبر بناء بورت السودان للكثير من الاعتبارات التي بينها سمعة البناء واعتماد البلاد عليه في كافة المجالات إلى جانب تشغيل العمالة، لكن الظروف الحالية لا تسمح للاستيراد عبره. أستاذ طاهر المعتصم، صحيفة الليلة الدولية ووزير التجارة، ووصول بواخر من الموانئ المصرية خلال أيام، ومخزون القمح يكفي لأسبوع فقط. الخرطوم وكل السودان يشهد يعني اضطراب كبير جدا وأزمة حقيقية جدا في القمح وكل في السلع. دعنا نتحدث بداية عن حديث وزير التجارة. وزير التجارة أو وزارة التجارة والحكومة ككل واحدة من واجباتها أنها تحل الإشكاليات في أزمة ناشبة في شرق السودان. هذه الأزمة حلها لا يتأتى إلا عبر المجلس الأعلى للسلام اللي فيه مكون عسكري ومكون مدني. بسبب الأزمة السياسية لا يجتمع هذا المجلس. على الحكومة أن لا تقف مكتوفة اليدين، تبحث عن سيناريوهات أخرى للحل إلى حين حل أزمة الشرق. بالتالي لجأت إلى توفير قمح من المخزون الاستراتيجي في بعض الولايات، أجرت بعض التعاقدات مع دول أخرى عبر ميناء العين السخنة في مصر، وأيضا عبر منافذ حدودية أخرى لتوفير حوجة البلاد من القمح خلال الفترة القادمة. نعم. أستاذ طاهر المعتصم، مخزون القمح يكفي لأسبوع فقط، ماذا بعد هذا الأسبوع؟ ونحن يعني نشهد أزمة حقيقية جدا في الخبز، العديد من المدارس أوقفت الدوام الكامل وتعاملت بنظام يعني الأربع حصص فقط في اليوم بسبب عدم توفر الخبز للطلاب. ألا تعتقد يا أستاذ طاهر المعتصم بأن الناظر ترك قد ألحق ضررا كبيرا جدا بالبلاد بخلقه هذه الأزمات؟ مؤكد أن أي طفل لا يجد سندويتش يحمله للمدرسة ضرر. مؤكد أن أي شخص لا يجد وجبة إفطار أو وجبة غذاء، هذه ضرر كبير جدا وضرر بيمتد إلى مناحي أخرى. مثلا في إحصائية بتتحدث عن أن هناك 1400 شاحنة متوقفة في بورت السودان، السواقين ظلوا لمدة كم 20 يوم موجودين على هذه الشاحنات، أصحاب الشاحنات السواقين نفسهم، مواردنا المالية متوقفة ومعطلة، الصناعة المواد الأولية اللي بتأتي عبر الميناء عشان تصل المصانع إيقاف أيضا يتسبب في أن هذه المصانع تتوقف عن العمل، تنهي خدمات العاملين لديها. بالتالي الأثر الاجتماعي والاقتصادي جراء هذه الأزمة كبير جدا جدا. مطلوب من شركاء الفترة الانتقالية، مكون عسكري ومكون مدني، أن يسرعوا في إيجاد حل. مطلوب من المجلس الأعلى للبيجا أن يدرك أنه بهذا الإجراء يتسبب في كوارث وأضرار كبيرة للناس. رغم عدالة القضية المطروحة وتحدثنا عنها، رغم أن شرق السودان الحبيب يحتاج إلى الكثير الكثير الكثير، لكن استخدام هذه الطريقة له مساوئ غير مسبوقة. يعني لتحقيق مطالب الشرق، يعني يحق للرئيس الأعلى لنظارات البيجا محمد أمين ترك أن يلحق كل هذه الأزمات في كل السودان؟ يعني بعيدا عن الخرطوم، الولايات الأخرى تشهد أوضاعا مأساوية جدا بسبب مطالب أزمة الشرق، كيف للحكومة أن تحل هذه المشكلة يعني وتوصل البلاد إلى بر الأمان؟ ما المشكلة بسيطة جدا جدا. في رفض لمسار من مسارات السلام. هذا الرفض يحتاج إلى إرادة سياسية من قبل مكونات الفترة الانتقالية.
الثلاثة اللي هي أطراف السلام ومكون مدني ومكون عسكري إنه يجلسوا ويقول والله المسار ده تسبب في الإشكالية دي ويأتوا بالناس في المسار ذاتهم، أسامة سعيد وخالد شاويش الوقعوا ذاتهم، ينادوهم يا أخواننا أنتوا الاتفاق اللي عملناه في جبهة ده سبب لنا في المشكلة دي، خلونا نعمل مؤتمر لأهل الشرق يجلسوا فيه كلهم، البيجا والبني عامر وكل الأمر كل المكونات، ويتوافقوا على اتفاق يرضيهم بدل عن أن يكون هذا المسار هو السبب في هذه المشاكل. الأمر ده لو توفرت الحكمة وتوفرت الإرادة السياسية يمكن خلال 48 ساعة أن يحل، لكن إذا لم تتوفر ستستمر ستتفاقم هذه الأزمة. نعم، نتمنى ذلك أستاذ طاهر المعتصم. دعنا ننتقل إلى آخر صحيفة والوقت يعني داهمنا. صحيفة هلالنا أبو عاقلة باق بالهلال، أعلن نادي الهلال استمرار لاعب فريق كرة القدم أبو عاقلة عبد الله لثلاثة أعوام جديدة بعد نهاية عقده في الفترة الماضية. هذا وقال النادي بحسب الموقع الرسمي، ثلاثة أعوام جديدة للاعبنا أبو عاقلة عبد الله بالقميص الأزرق. في الأول من أكتوبر بدأت في السودان فترة الانتقالات الرئيسية، تستمر حتى 30 منه بحسب ما قرر اتحاد كرة القدم. رأيك في تجديد يعني للاعبي الخبرة أبو عاقلة عبد الله ونصر الدين الشغال؟ مؤكد أنه الأمر ده بيأتي في إطار الاستقرار للفريق، وده أمر جيد جدا جدا المبادرة بالتسجيل في أول فترة التسجيلات. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي أستاذ طاهر المعتصم، شكرا لهذا التحليل وأشكرك لحضورك معنا في الاستديو. أسعد دوما برفقتك وبرفقة المشاهدين الكرام. شكرا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج بالبونت العريض، وإلى أن نلتقيكم شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا، إلى اللقاء.